برضو عايزة أشرك حضراتكم في موضوع. في كل فترة احنا عارفين انه بيبقى فيه استحداث لأدوية كتيرة، وكان من كام شهر فاتوا حديث عن دواء الليريكا، ده مش دعاية ليه، ده العالم كله اتكلم عنه يعني، وانه برضو الدوزز العالية منه بتؤدي لخمول في الأطراف ومش عارف ايه وكده، واتقال كلام انه هينزل الجدول. تمام. انا الحديث ده حصل بيني وبين صديق ليا صيدلي. تمام. وبنتكلم على الدواء ده تحديدا. تمام. وانا اذكر انه قال لي الكلام ده من حوالي 6-7 شهور فاتوا، قال لي انا ببقى حزين لما بلاقي شاب مراهق 13-14-15 سنه داخل لي الصيدليه وبيطلب ليريكا، وانا عارف انه مدمنه. تمام. يعني انا عارف ان انا هديهوله هيروح ياخد منه كذا قرص فهيبقى مهلوس وبتاع، بس انا مش قادر اقوله لا مش عندي لانه ما عنديش قانون يمنعني ان انا ابيعه. فكره التعامل مع المستحدث اول باول، وان انا يبقى عندي التطور ده على طول، لجنه طبيه وزاره صحه وزارات معنيه تقول الدواء ده لازم ينزل جدول بسرعه. الزانكس ما نزلش جدول او نزل ما نزل جدول، هو مش موجود اصلا في مصر يعني. بس في مهدئات كتير قوي يعني، كل الكلام ده يا فندم ازاي نتعامل معاه؟ طب ما تيجي اقول لك على حاجه تاني. اتفضل. هو ايه اللي عرف محمود ولا سين ولا صاد من اي حد ملوش اي علاقه بالمجال الطبي، ايه اللي عرفه ان مثلا كان زمان تفتكر حضرتك كان في حاجه طلعت اسمها السومادريل؟ السومادريل ده برضو انتشر في فترة. تفتكر زمان حضرتك كان في قطره اللي هي البروزولين اللي احنا عارفينها المطهر، كان في بروزولين سين كوكايين الحمراء اللي كانوا بيجيبوها ويشربوها، التوسيفان وال اسمه ايه التوسيفان، وكان في اكتر من حاجه. ايه اللي عرفنا انا؟ خدي بالك برضو يا دكتور ان هنا احد الاشكال في اختراق المنظومه دي كلها عضو فاسد في صيدليه، ودول يا مكترهم واتمسكوا كتير. بس هو عنده نقطه، عنده الكميه بتاعه المخدرات بتاعته اللي هي المفروض بيبقى عليها اشراف، بيقدر بطريقه او باخرى بيبيعها للمتعاطين. فابتدى النهارده بيقول ان انا مثلا النهارده لو انا عملت هايلايت على التوسيفان ولا البرونكولاز، كمان كان زمان البرونكولاز وكان ب 3 جنيه و15 قرش، كل الحاجات دي اللي كانت مشهوره جدا، مين اللي بيعرف الناس المتعاطين الاثر الطبي بتاعها؟ ومين بيعرف التاثير الكيميائي بتاعها على الحاله المزاجيه للمتعاطي؟ انا ما اعرفش. انا اول مره اسمع من حضرتك النهارده على الليريكا دي. اول مره اسمع عنها. مين اللي عرفك وعرفني؟ حضرتك بتتكلمي، انا عندي حد النهارده اخترق هذا الجدار الحمائي وابتدى يعرف كل شويه طمعا في مكسب سريع وطمعا في مال حرام. ابتدى النهارده كل ما يحصل ايه، نيجي النهارده مثلا ادرجوا حاجه معينه يقول لك لا، طب خد بالك ان دوت نفس الاثر الفارماكولوجي بتاعه او نفس الماده الفعاله بتاخدها من هنا هتلاقيها في العلاج التاني اللي لسه الشرطه حتى ما تسمعش عنه حاجه. ده اللي احنا بنتكلم فيه. صحيح. فضبط الصوره كلها زي ما قلت لحضرتك في حديث السابق لن يتاتى ولن يحصل بـ 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 بتعديلات تشريعيه، يا مكتر تشريعاتنا احنا بالنسبه لنا احنا كمصريين، يا مكتر تشريعاتنا. طب ما انا عندي مثلا قانون والصيادله المفروض عندهم قسم، انا ما اعرفش الصيادله عندهم قسم ولا لا، بس يعني ايه يعني يعني في قانون بيلتزم بيه، بس الموضوع له رؤيه ثانيه يا فندم. انا بتكلم يا فندم انه كل محور بنتكلم عليه الاطباء الصيادله، لو سمحتي لي حضرتك، الصيادله محصن، الصيادله مش مشكله الصيادله ولا مشكله اي حد، في اساءه لاستخدام العقار الطبيه. ده عقار طبي موجود، الاتروبين، قطره الاتروبين، قطره عين، قطره العين، الكيتامين المخدر بتاع الحيوانات، انت يعني هناك النوبين، حقن الطلق كانوا بياخدوها المدمنين، الترامادول اساسا ده دواء، الهيدروكلوريد الترامادول ملح، ده دواء. كان زمان في دواء اسمه ترامال للالام الروماتيزميه، ده كان موجود وطول عمره موجود، واخد بال حضرتك. المدمنين الهيروين نتيجه اعراض الانسحاب لقوا انه لما ياخدوا الكلام ده في الثمانينات، يعني حضرتك وانا بتكلم، وانا في الثمانينات كانوا ابتدوا المدمنين يعرفوا ان اللبوس الاخضر بتاع الترامادول ده لما يقطعوه يحطوه على الشاي ويدوبوه وبعض الاطراف كمان يعملوا اعراض الانسحاب، يقللوا اعراض الانسحاب عليهم لانه بيمسك الجسم، اعراض الانسحاب طبعا. طب انا لسه بيقولوا كمان في قطره بتتحط المفروض بتوسع حدقه العين، ما هي ده بيحطوا عليها اعشاب، ما هو ده يا فندم، ما هو الاتروبين ده اللي بيتعمل منه، بيحطوا عليها بودره، ما هو ده اللي بيتعمل منه الاستروكسول، وبياخدوها حقن، والكتامين ده برضه، ما هو ده اللي بيتعمل منه الاستروكسول الفودو، ما هو ده الاتروبين. هذه هنلاحق على ايه ولا على ايه يا سياده الدكتور؟ والله هناك هنلاحق على ايه ولا هناك على إيه؟ نص تشريعي، الاداره العامه لمكافحه المخدرات ابتدت تدرس القصه دي. القصه دي النهارده احنا الناس بيعملوا ايه؟ عصابات التهريب بتيجي تشوف التركيب الكيميائي، التركيب السداسي بتاع الذره بتاعه الملح، واخد بال حضرتك؟ وتبتدي تلعب في هذا التركيب وتجيب لحضرتك ماده
هي نفس المادة بس باسم جديد وبتركيبة كيميائية جديدة مش مدرجة على الجدول عند حضرتك. فلما تيجي تتظبط ما تبقاش مجرمة. كويس؟ احنا بنقول ان احنا نجحنا في ان احنا هنعمل 16 مادة في خلال سنتين. المواد النهارده يا اكتر المواد زي بقول لحضرتك ممكن تصل ل 1500 مادة. تطور مش طبيعي. 1500 مادة، انت تقدر تواجه هذه الكلمة ازاي؟ هناك عرض من الإدارة عامة في المخدرات ووزارة الداخلية على مجلس الدولة عارضين مشروع بقانون حاليا بأنه أي مادة ما هيش مدرجة في الجداول الملحقة بقانون المخدرات من شأنها الإضرار بالعقل تمام. أو الإضرار بالصحة العامة تمام؟ ضبطها يؤدي إلى جريمة يتعاقب الحيز بتاعها، بمعنى انه اي ماده دي ماده موجوده بالفعل، اي ماده كيميائيه، اي ماده هو بيتكلم أي... الماده دي في القانون موجوده بالفعل يا فندم؟ لا ده مقترح يا فندم، مقترح بيدرس ده بيعمل ايه حضرتك عارف يا فندم؟ انا سمعت المقترح ده من ساعه ما بدا موضوع الليركا ده، يعني من 8 9 شهور فاتوا، بنمشي ببطء قوي يا سياده اللواء. لا في حضرتك لا ده مش ماشيين، خلي بال حضرتك احنا عشان عند حضرتك علم، بلاش يعني بلاش موضوع جلد الذات، احنا اكتر دوله فيها تشريعات واكتر دوله فيها تشريعات تواجه المهربين والمتعاطين، وعندنا كم من التشريعات. دكتور رؤوف عبيد زمان وانا صغير في كان يقول ليس العبره بتشديد العقوبه ولكن العبره بتنفيذ العقوبه وتطبيق. صح صح, صح, صح العبره مش ان انا اجيب اعدام للمهرب، وخلي بال حضرتك القاضي نفسه بيتحرج انه يدي مهرب يدي له اعدام، فانت بتدي له اعدام، طب ما هو لم خد 25 سنه او خد 20 سنه او خد 15 سنه، كانك اعدمته خلاص، كانك اعدمته وعزلته عن المجتمع، فحميت المجتمع من ضرره. اذا احنا كمان عايز اقول ان احنا بنواجه تحديات كتير جدا، دي تحديات منتج جديد خالص منتشر في العالم كله، ازاي تقدر خلي بال حضرتك احنا سباقين في هذا الموضوع، ان احنا نقدر نقول ان هناك اي ماده كيميائيه تضر العقل تذهب بالعقل او تضر الصحه العامه من شانها الاضرار، ما تبقاش مدرجه في الجداول يتعاقب شانه شان المواد المدرجه. تمام واخده بال حضرتك؟ تمام. فانت بتنطي قفزه قدام ال 1500 ان شاء الله يبقوا 2000 2000 ماده. هذه المواد طالما اتقدمت بقصد التعاطي او بقصد الاتجار علشان تاثر على العقل او تاثر على الصحه العامه تمام، يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن 3 سنين او ما تقلش عن سنه، ليها اقتراح بعقوبه معينه. اذا احنا بنستحدث نص تشريعي، هذا النص لو حصل، والحقيقه الدكتور نبيل عبد المقصود كان معايا في برنامج من فتره وهو برضو قال ان احنا لابد ان احنا نخرج بره الصندوق. الحقيقه الاداره كانت سباقه في انها تشوف الموضوع ده، ولقيتهم فعلا هم قدموا مشروع للوزاره، والوزاره عرض وزاره الداخليه عرضت على مجلس الدوله علشان نطلع نص تشريعي بهذا الكلام. احنا بنواجه موضوع العالم كله، مش مصر، مش مصر هي لوحدها، العالم كله المخدرات الكيميكال الجديده دي. احنا كنا بنتكلم انا والدكتور قبل ما نخش على الهواء عن الميسا فيتامين والام فيتامينات والميسا ديكس ام فيتامين. انت عند حضرتك فوق 800 ماده مخدره على مستوى العالم، مخدرات كتير جدا. طيب ازاي نقدر نتجاوزها ونقدر ننط قدامها؟ هو ده الموضوع. طيب.